الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح النهاردة مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد في كلمة له أن افتتاح مصنع للإلكترونيات في المنطقة التكنولوجيا في أسيوط هو خطوة أولى على طريق توفير وتطوير الإنتاج المحلي للأجهزة الإلكترونية، وأيضا التوجه نحو تصدير منتج يحمل علامة تجارية مصرية. الرئيس افتتح كذلك عدد من مشروعات مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات وعبر الكونفرنس، وأيضا ليشهد المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجيا في مدينتي بني سويف والسادات، وكذلك افتتاح مصنع للإلكترونيات في المنطقة التكنولوجية في أسيوط، واللي بتقوم بإنتاج أول هاتف محمول مصري، واللي بعطاء أو أهداء وزير الاتصالات للرئيس السيسي اليوم. نشهد اليوم افتتاح مناطق تكنولوجية أخرى جديدة في كل من بني سويف والسادات لتنضم إلى المناطق التكنولوجية في أسيوط وبرج العرب، وذلك للإسهام في تحقيق أحد الأهداف الأساسية للدولة في تنمية محافظات مصر المختلفة خاصة الصعيد، من خلال فتح آفاق عمل للشباب في محافظتهم وتوفير برامج تدريبية راقية لرفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم للعمل في الشركات العالمية، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المتطورة والحديثة التي تشجع هذه الشركات على العمل في تلك المحافظات. كما أود التنويه إلى أن الافتتاح الذي تم خلال زيارتي الأخيرة لقبرص لمركز الإبداع المشترك بين مصر وقبرص واليونان في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بهدف تنفيذ مشروعات تكنولوجية مشتركة ونقل الخبرات بين الشباب الدول الثلاث يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المناطق التكنولوجية تعد بمثابة منارات حضارية وثقافية وليست تكنولوجية فقط.